طب حلوة النقطة دي، لو الأهالي اتصرفوا بشكل مش صحي أو مش مثالي مع البنوتة أو الولد اللي بيبقى في سن مراهقة، ده ممكن يأثر عليه، ده ممكن يجيب له مرض، وهو كان مش هو كان سوي، طفل سوي عايش سن مراهقته عادي، بس الأهل هم اللي أثروا إن هو يجي له مرض. ده ممكن يحصل للأسف الشديد، ممكن يحصل، ويحصل أسوأ منه إن احنا بنسيب جرح كده جواه لسنوات، يعني بنعيش العمر كله ناقص حته. صح. علشان احنا اللي نزعنا الحته دي منه. اذى شديد في سن المراهقه، حسسناه ان هي هو لا يساوي، يعني مثلا البنت اللي في بيتها بتسمع اصل انت وزنك زاد، او اصل انت تخنتي جدا بقيتي دبدوبه، او اصل انت شكلك كذا، او شعرك شكله كذا من الاهل. فالاهل طول الوقت بيسمعوها كلام سلبي. هي بتطلع طول عمرها بتدور وجعانه جدا للاحترام والاهتمام، ففقد الثقه تماما في نفسها. انا عشان السن ده حساس برضه، السن ده حساس جدا، فهي تبقى طول الوقت بتهتم بنفسها، فبتسمع من الاهل طول الوقت ان انت وحشه، انتقاد، انت دايما، وانتقاد سلبي في شكلها او في صفاتها او في طباعها. فتطلع بعد كده جعانه للاحترام والاهتمام، فتاذي نفسها بعلاقات مضره. صح. او حتى لو حاجه في الشخصيه، مثلا الاهل اللي هم ما بيصدقوش اولادهم قوي، اللي هو لا انت بتكذب او انت كذاب، بعد شويه وقت خلاص طب انا هكذب بجد. بالظبط، ما انتوا بتكذبوني فانا هبقى كذاب، فانا بالظبط كده ما حدش بيصدقني، فانا هفضل الشخص اللي انتوا متخيلينه، وابقى عايز ارضي الصوره في دماغكم. او العكس بقى تماما، ان انا ربيه على الجود بوي والباد بوي، انت لما تسمع كلامي يا حبيبي تبقى شاطر، فانا علمه ان هو يبقى مطيع لكل الناس، اي حد يقول له حاجه حاضر وطيب، فما يعرفش يقول لا لحد، يبقى شخص مضغوط وبيجي على نفسه. فالشكلين مؤذيين جدا.